ولازم نحكي دائما عن التميز السوري والطلاب بسوريا. رغم كل الظروف كان دائما لهم تميز خاص. بإشراف عميد كلية الإعلام الأستاذ الدكتور محمد العمر، تم مناقشة أول رسالة دكتوراه بكلية الإعلام بجامعة دمشق في الصحافة حول التحقيقات الاستقصائية بالصحافة العربية للطالبة الباحثة فلك سبيري، وفي نهاية المناقشة منحت شهادة الدكتوراه بتقدير امتياز بعلامة 93%. لنحكي أكثر عن هي الرسالة وأهمية دعم الطلاب السوريين اليوم بظل الظروف الصعبة اللي عم تشهدها البلاد وأهمية البحث العلمي، معنا عميد كلية الإعلام الأستاذ الدكتور محمد العمر. أهلا وسهلا فيك. والطالبة فينا نقول لك الدكتورة، ما نقول لك الطالبة، الباحثة فلك سبيرة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم وألف مبروك مرة ثانية. الله يبارك عمركم يا رب. صباح الخير مرة ثانية وأهلا وسهلا فيكم. ألف مبروك لك دكتورة، وألف مبروك لك دكتور، إلنا كلياتنا ولسوريا. بالبداية بدنا نعرف أهمية هذا الحدث وكيف كان وقعه، إن كان على دكاترة الكلية وإن كان حتى على الطلاب الموجودين. حقيقة خليني أبدأ بوقعه على ما كنتوا عم تحكوا أنتوا، وقعه عربيا. أنا بعد مناقشة رسالة الدكتوراه أجاني أكثر من اتصال من العراق، من الأردن، من لبنان، حتى يسجلوا دكتوراه في جامعة دمشق، وقت اللي شافوا الخبر انتشر على سانا وعلى التلفزيون وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. طبعا نحن سعيدين جدا بكلية الإعلام أنه هي أول مناقشة رسالة دكتوراه لقسم الصحافي وبإشرافي أنا. طبعا بحكم مثل ما بتعرفوا أن نحن بالجامعة في تراتبية بالتحكيم، في استاذ واستاذ مساعد ومدرس. من حسن حظي كانت رساله الدكتوراه باشرافي انا للطالب المتميز، فعلا للدكتوره المتميزه باذن الله راح تكون زميلتنا فلك صبيره. اذا عامل مهم جدا انه اول رساله الدكتوراه، والمهم اكثر انه مضمون الرساله حول الصحافه الاستقصائيه في الصحف العربيه. اخذنا عدد صحف عربيه نموذج، هذا موضوع كثير مهم نحن بامس الحاجه له اعلاميا في مؤسساتنا الاعلاميه الصحفيه وحتى التلفزيونيه. البعض يعتقد انه الصحافه الاستقصائيه او الاعلام الاستقصائي او التحقيقات الاستقصائيه، خلينا نسميها اكثر دقه، انه هي فقط بالصحافه. لا، حتى بالتلفزيون في 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 في, في برامج تلفزيونيه عالميه استقصائيه، حتى ببعض البرامج او في بعض التلفزيونات العربيه، ما بدنا نحدد، في برامج تلفزيونيه استقصائيه. هذا موضوع كثير مهم خاصة في هذه المرحلة بالعالم كله وفي سوريا. الخلل والفساد والفوضى نتيجة الحروب، نتيجة الأمراض، نحن بحاجة لصحفيين حقيقيين استقصائيين لينقبوا عن الفساد. اسمهم صحافة التنقيب عن الفساد. صحيح. وبالتالي أنا بقول أنه هذه الرسالة وهذا النموذج وهذا المسار اللي ماشيين فيه عامل مساعد للجهات الإدارية والقضائية والمعنية بمحاربة الفساد والخلل، نحن راح نكون مساعدين لهم بهذا المجال. أكيد. قبل ما نحكي عن أهمية مضمون الرسالة مثل ما قلت دكتور محمد، خلينا نحكي معك دكتورة فلك، فينا نقول لك دكتورة، أهمية الإنجاز العلمي لحضرتك، لأنه كونك أول طالبة بتحصلي على شهادة الدكتوراه في كلية الإعلام. طبعا هذا الإنجاز أول شيء بفتخر فيه، وبفتخر أنه كان بإشراف الأستاذ الدكتور محمد العمر. طبعا الموضوع بمرحلة اختياره بالفعل كانت مرحلة شوي صعبة، باعتبار مواضيع أطروحات الدكتوراه بدها تكون فعلا مميزة وغير مدروسة سابقة. فمن حسن حظي أنه هذا الموضوع لم يبحث محليا، خصوصا بالصحافة المطبوعة. لما نلاحظ أغلب الباحثين عم يتجهوا نحو التلفزيون ونحو والمواقع الإلكترونية مثلا، بينما البحث في الصحافة ودور الصحافة خصوصا على الصعيد المحلي والصعيد العربي غير مدروس استقصائيا، والمقارنة بين الصحف العربية. فهذا الشيء بالفعل يعني اختيار الفكرة كنت محظوظة فيها، بالإضافة إلى الجهد والعمل خلال هالثلاث سنين كان نتاجه الحمد لله جيد. أكيد دكتور، اليوم يمكن نحن بأمس الحاجة للصحافة الاستقصائية أكثر من أي وقت مضى. قديش شفت أنه فكرة فلك أو الموضوع يلي طرحته هو فعلا بلامس وبحاجته كل إنسان سوري موجود وكل مواطن سوري بحكم الظروف اللي نحن عايشين فيها. شو الدعم أو شو النصائح يلي قدمته لفلك لحتى تكون يمكن رسالة الدكتورة متكاملة وتلقى يمكن هذا النجاح يلي حكيت عنه، إن كان عربيا وإن كان محليا؟ طبعا رسالة الدكتورة بشكل عام أي بحث علمي ينقسم إلى شقين، الشق النظري والشق العملي. أنا أكدت لي كما أؤكد على جميع طلاب كلية الإعلام، وأنتم بتعرفوا بحكم الجيري أنه الجانب التطبيقي والعملي مهم جدا بالعمل الإعلامي. حتى بالعمل البحثي الجانب التطبيقي مهم جدا، لذلك أنا أكدت لي أنه تركز على الجوانب التطبيقية. الجوانب النظرية قادرين نخدم المكتبات ومن الإنترنت وإلى آخره، وهي تعبت هذا الموضوع وأكدت على هذا الجانب مع الصحفيين من سوريا ومن الجزائر من مصر، وكان في تعاون مطلق من صحفيين تشرين وسانا وكل الوسائل الإعلامية السورية. إذن الجوانب التطبيقية حتى بمجال الدكتوراه أنا عم ركز عليها، لأن العمل الإعلامي يتطلب
جوانب تطبيقية وعملية والجوانب النظرية اللي عم نعطيها بكلية الإعلام. التجارب الأخرى. تماما بس جوانب التطبيقية هذا مهم جدا. الجامعة البعض يعتقد إنه الجامعة فقط أكاديميا، لا صحيح. أكاديميا ما منخرج إعلاميين، نحن بيمس الحاجة للتدريب وللتدريب ثم التدريب. نعم. وهذا ما أكدته على الدكتورة حتى في بحثها بالدكتوراه. رسالة البحث ضمنت 5 فصول تناولت فيها الدكتورة فلك صحف عربية، تشرين السورية، الإهرام المصرية، الرياض السعودية، والشعب الجزائرية. اليوم كيف بتشوف الصحافة الاستقصائية بالبلاد العربية؟ لأنه نحن متجهين نحو إعلام نوعا ما استقصائي بالمجمل، خصوصا أنه أغلب إذا بدنا نقول الكترونيا، يعني الجرائد الإلكترونية أو الصحف أو الإذاعات أو التلفزيونات تتبع للسياس الممول الأساسي، يعني ما بتشوف إعلام محايد للأسف، وهذا شهدناه بسوريا خلال الأزمة. حقيقة وبكل صراحة الصحافة الاستقصائية بالبلاد العربية أنا فيني ما سميها استقصائية، شبيهة بالاستقصائي، لأن الصحافة الاستقصائية لها مقومات. مقومات الصحافة الاستقصائية بده يكون فيها هامش كبير من الحرية والتعبير. الدول العربية ودول العالم الثالث هذا الجانب بتشوفه فيه حد معين. الصحافة الاستقصائية بحاجة لتمويل كبير، لأن البحث الاستقصائي ما بيخلص لا بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة، قد يستمر أشهر وسنين. وفي أمثلة على ذلك ذكرتها بأكثر من مرة، مقتل الأميرة ديانا بعام 1997 لهلق عم ينقبوا الصحفيين مين اللي قتلها. مقتل آخر قيصر روسي بعام 1917 على يد ثوار أكتوبر بروسيا، الثورة البلشفية، لهلق عم ينقبوا. إذن العمل الصحفي بحاجة لجهد كبير وبحاجة لتمويل كبير. صح. هذا كمان عنا غايب. الصحافة الاستقصائية بحاجة لمهارات عالية جدا، مو أي صحفي قادر يبحث في الصحافة الاستقصائية، بدها مهنية عالية، بدها مهارة عالية. شيء آخر بده دعم معنوي غير الدعم المادي. نعم. تفعيل دور الاتحاد الصحفيين. الصحافة الاستقصائية قد يتعرض للقتل والخطف وإلى آخره، لأنه عم ينقب عن الفساد، والفساد وين راح يكون؟ راح يكون عند ناس أقوياء. وبالتالي هذه الأمور تقريبا ضعيفة جدا بالبلاد العربية، وبالتالي نحن لازم نشتغل عليها لأنها فعلا بتكون عامل مساعد للارتقاء بالمجتمع ككل. يعني لهيك دكتور كنت حابة أسأل كمان الدكتورة فلك، أنه فعلا مثل ما تفضل بالكلام دكتور، اليوم عم نحكي عن الصحافة الاستقصائية اللي يمكن مثل ما بنقول بالعامية بتجيب وجع رأس كتير من الناس، خاصة يمكن حتى أوقات الصحفيين الذكور خلينا نقول بيحاولوا يبعدوا عنا شوي لأنه يمكن بتجيب نوع من التعب. قد بتحسي حالك جاهزة أنك تفوتي بهذا المجال وتتحملي كل هي الأعباء وتوصلي يمكن الصورة الصح وهموم المواطنين وحقوقهم وأوجاعهم بطريقة صح؟ هلا الصحفي الاستقصائي بحد ذاته له مواصفات ممكن تختلف عن الصحفي التقليدي اللي بيشغل اخبار او تغطيات اخباريه. انا اثناء مقابلتي المقننه مع عدة صحفيين من مصر وسوريا والجزائر ركزوا كثير على ناحيه احيانا مثل ما ذكر تفضل الدكتور محمد عمر، احيانا القوانين الاعلام الموجوده بالبلد ممكن تجعل الصحفي يتردد بالاستمرار بعمل استقصائي نتيجه تعرضه للتهديد، الخطف، للقتل في بعض الاحيان. فهذا الشيء طبعا بحاجه الى جرأه كثير كبيره من قبل الصحفي ويكون يعني مستعد ليدفع اي ثمن في سبيل الوصول الى الحقيقه. انا بالنسبه لي هذا الجانب كثير كان ممتع لي، وممكن ان شاء الله بالمستقبل يكون واحد دافع لعمل هذا النمط من التحقيقات، او ممكن يعني نوع من الاشراف الغير مباشر على عمل صحفيين استقصائيين بحيث اتباع الخطوات المنهجيه والعلميه بعمل التحقيقات الاستقصائيه باعتبار الشرط الاساسي اتباع خطوات البحث العلمي، وهذا الشيء اللي بيميز صراحه التحقيقات الصحفيه العاديه عن التحقيقات العلميه. في خطوات علميه وبحثية متعمقة بحاجة الصحفي ينتبه لها أثناء إنجاز التحقيق الاستقصائي. كونك صبية كمان يعني البنت بتلاقيها نوعا ما بتتردد بهيك أمور، بده كمان جرأة وبده مجهود وبده هيك يعني تمعن كتير كبير، وبدك يعني تقولي على الله وتشتغلي. دكتور كان يمكن عم يبتسم انه في تعليق. قبل ما يدخل طالب الصحافي نحن مفهمينه هي مهنه المتاعب. صحيح. يعني مو جديد عليها، هي حاليا دكتوره. بس هي حتى البنت تختلف عن الشاب. حتى البنت لي. حتى البنت داخله على مهنه المتاعب. يعني ما فينا، وبتعرفوا انتم امثله كثير عن 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 لان الصحفي الحقيقي بيكون بالخطوط الاولى بالمعركه، وعندنا كم من الشهيدات والشهداء. صحيح. بالاعلام. صحيح. بهذا الموضوع. أكيد. يعني هذا موضوع ما لازم يتفاجئ فيه لا طالب الاعلام ولا الدكتوره بالاعلام. مهنه المتاعب اذا بدي معرض لكل شيء، وخاصه بموضوع الصحافه الاستقصائيه. واكدت او حكت شغلي كثير الدكتوره موضوع التشريعات. نحن بحاجه ماسه لاعاده التشريعات، اعاده النظر بالتشريعات اللي بتقون العمل الاعلام. أن تشريعات قد تكون بالية، قد تكون قديمة، وبتوقع هلا نحن بوزارة الإعلام بصدد صدور قانون الإعلام. صحيح. قريبا اللي لازم ينظم
ويبرمج كل هذه الانواع الصحفيه، ومن ضمنها ان شاء الله بيلحظ موضوع اهميه الصحافه الاستقصائيه. اكيد، وبيكون يعني بعين الاعتبار كمان حمايه الصحفي، وكثير من القوانين اللي هي فعلا تظلم نوعا ما الشغل. قديش بتكون فعلا تعبان على شغلك، يمكن بيروقراطيه معينه هي بتلغي هيدا الشغل كلياته. خلينا اول شيء نحكي عن اللجنه، لانه نوجه تحيه، حضرتك كنت المشرف على رساله الدكتوراه. اللجنه تالفت من الاستاذ بطرس حلاق والدكتوره سميره شيخاني والدكتور محمد الرفاعي والدكتور عزت شاهين الاستاذ في كليه الاداب قسم علم الاجتماع. نوجه تحيه لكل الاساتذه اليوم. قد ايه اليوم بتشوف الاساتذه عم يقوموا بمجهود علمي جبار لدعم البحث العلمي ضمن هاي الظروف اللي عم نعيشها اليوم؟ نعم، طبعا هاي مهمة كل مواطن سوري، سواء كان بالإعلام ولا بالتعليم، هذا واجبنا بغض النظر عن المردود المادي وعن الاهتمام المعنوي وإلى آخره. هذا واجبنا كأساتذة متفرغين. نحن أساتذة متفرغين، يعني أنا متفرغ للعمل التعليمي وعم اتقاضى مثل ما بيقولوا راتب وراتبين وثلاث رواتب نتيجة هذا التفرغ. هذا جزء من عملنا، ما في أي مني لحد بهذا الإشراف، وبتمنى انه الكل يكونوا جادين، لان هذا موضوع تقييم البحث وتحكيم البحث. هذا بده اخلاق عاليه، بده ضمير، بده مهنيه، بده وطنيه، بده كل شيء. وبالتالي بالضبط، وبالتالي هذا الموضوع يعني رغم كل الصعوبه الماديه الاقتصاديه اللي عم نعيشها والمردود المادي اللي بناخذه لقاء هذا التحكيم، الحمد لله امور الجامعه ماشيه بشكل جيد، والتقييم موضوعي وعلمي وعلى ما يرام كما يقال. يعني اكيد بما انه عم نحكي عن هذا الموضوع وعن الوضع يمكن شوي المادي والمعيشي اللي كل الناس يمكن اليوم عم بتعاني منه، فلك اليوم يمكن دكتور اليوم كثير من التعليقات السلبيه اللي ممكن تجي، انه كيف نحن ممكن حتى ببرنامجنا كيف ممكن نطلع برنامج صباحي بهي الظروف؟ قديش حتى الطلاب بعضهم يمكن دكتور حتى بيقول ما بنقدر ندرس، ما بنقدر نكمل، او تقطع الكهرباء، المعيشه غاليه، فكل هي عم تكون شماعه يعلقوا عليهم فشلهم. اليوم بالنسبه لتجربتك الناجحه، شو بتحبي توجهي كلمه لكل طالب ولكل انسان طموحه النجاح وطموحه انه يوصل لهدفه؟ طبعا بحب اوجه كلمه انه الطموح هو الدافع، يعني اللي عنده طموح انه كطالب اعلام او باي مجال ثاني انه يتخرج يمارس المهنه اللي بيحبها هو بالاصل دخل عليها، يكون هذا الطموح هو دافع له. كلنا بنتعرض لظروف ممكن تكون صعبه واحيانا غير طبيعيه، لكن بالنهايه هدفنا الاساسي هو انه نوصل للهدف اللي حاطينه بالاصل. فبالتالي حتى حضرتك قد ايه مريتي بصعوبات يمكن لو وصلتي لهون؟ بالفعل كان في صعوبات خلال من وقت ما وضعت مع الدكتور محمد العمر فكره البحث لحتى يوم المناقشة. بالفعل كان في صعوبات، ولكن يعني كل مرحلة من المراحل كان إلى حل معين. بالنهاية في بذل الجهد، بده يكون في إخلاص بالعمل، وأي طالب بحط بوشه هدف وبيكون مخلص لهذا الهدف إن شاء الله بيوصل بغض النظر عن الظروف المحيطة فيه. إن شاء الله يا رب. دكتور محمد العمر عميد كلية الإعلام، بالختام كلمة لكل الطلاب اللي حاولين كمان يخوضوا مضمار البحث العلمي. كمان قالت جملة كتير مهمة، في صعوبات دائما بتواجههم، في كثير من الطلاب عندهم ملاحظات على بعض الاساتذه، قديش في يعني في يمكن صعوبات بتواجههم الماجستير والدكتوراه من خلال تفاصيل البحث، فصول البحث، اسم البحث، المراجع اللي بتدخل البحث، كلها فيها مجهود كثير كبير للطالب، احيانا تخضع لمزاجيه الدكتور او بعض هي الشكاوي لكل الطلاب توصلنا للاسف. طبعا انا بحب اوجه رساله للطلاب المرحله الجامعيه الاولى قبل ما ننتقل للمرحله الجامعيه الثانيه والدكتوراه والدراسات العليا، انه مثل ما حكينا اللي بيشتغل على نفسه بيوصل. يعني ما نكون متشائمين، ما نعمل مثل ما حكت فرح انه والله شماعه الكهرباء مقطوعه، كورونا، نت ما في، مصاري ما في، زحمه. هذا موضوع، لا هذا موضوع موجود بكل دول العالم، وعندنا ممكن يكون تفاقم شوي نتيجه الحصار ونتيجه الحرب اللي عشناها على مدار 10 سنوات. انا بحب اقول لكل الطلاب انه يشتغلوا على حالهم، ما ينتظروا من أساتذة كلية الإعلام يسووهم إعلاميين. نحن بنحطهم على سكة، يعني مدرجات كلية الإعلام ما بتصنع علامة. وبعض بعض الأساتذة زملائي بالكلية وبتعرف فلك بيزعلوا مني وقت اللي بحكي هيك، إنه أنت عم تقزم دور الأستاذ. لا بالعكس، أنا عم أقول الجانب التطبيقي هو مكمل للجانب العملي، وبتعرفوا أنتم كم من الإعلاميين من الإخبارية ومن التلفزيون السوري ومن المنار ومن الميادين عم يدربوا طلابنا نحن بالمؤسسات الإعلامية، وعم ببعث الطلاب بشكل دائم. بشكل دائم طلابنا عم يدربوا، ممكن بالاخباريه قليله، مثل ما تعرفوا الاخباريه وضعها ضيق شوي، وبالتالي عم يدربوا بالساحه. ومن خلال هذا اللقاء بحب وجه الشكر للمؤسسات الاعلاميه كلها، لسانا، لتشرين، لوزاره الاعلام، للسيد وزير الاعلام، انه عم يفسح المجال لطلابنا لحتى يتدربوا. هذا من جانب المرحله الجامعيه الاولى. المرحله الجامعيه الثانيه نحن مثل ما بتعرفوا هي اول رساله الدكتوراه. عندنا رسائل ماجستير كثيره وكلها تمت بشكل جيد وبشكل متفوق، وقريبا راح تشوفوا عندنا اكثر من مناقشه لرسائل الدكتوراه.
موضوع مزاجيه الدكاتره، الدكتور بالنهايه انسان قبل ما يكون دكتور، قد يكون مزاجه وما بدي اقول، وفي عندنا هيك حالات، في عندنا حالات، وانا مع الطلاب بالعكس، انا بشجع الطلاب انه يشتكوا على الدكتور اذا كان في ما عنده مزاج. انا اللي بشجعهم، انا بيجي عند الهيئه الاداريه بالاتحاد الوطني للطلبه السوري بقول لهم ليش ما عم تشتكوا على حدا، الامور كلها تمام، لان في مزاجي لازم نوقف عندها، ما بصير هذا المزاج اللي المزاج اللي ببيته مزعوج يجي يسقط مزاجيته على الطلاب. نحن باب مكتبي مفتوح لكل الطلاب، وانا بتمنى اي شكوى حول اي استاذ وانا اول هون يعني. اكيد يعني دكتور بدنا نشكر هي الروح الحلوه الموجوده عندك، بدنا نشكر هذا الدعم، بكفي الدعم المعنوي بعدين بيجي بقيه الهموم والمسؤوليات اللي بتكون عليك. وشكرا لكل دكتور اخذ بايد كل طالب وقدر يحطه على السكه الصحيحه. شكرا لك فلك، نتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله يا رب ما تكون اخر رساله دكتوره، ونشوف جديد كثير من رسائل الدكتوره الناجحه يلي دائما ترفع اسم سوريا بالعالي. شكرا. شكرا لكم. نتشكرك أكيد الأستاذ الدكتور محمد العمر عميد كلية الإعلام والدكتورة فلك سبيرة على وجودك معنا، نوجه تحية لجميع الكوادر التدريسية اللي عم يقوموا بمجهود جبار اليوم. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا.